ازيك يا شباب؟ ايه الاخبار النهارده يا جماعه؟ احنا كلنا في الساحل، انا وكابتن هشام مرجوشي وخليفه السيرو وعمرو ممدوح، ايه ده اربع اشخاص. تمام، فاحنا لسه صاحيين، وطبعا كان لازم اصور لكم اللي بيحصل ده. الشيف هشام مرجوشي طلع يا جماعه وبيعمل لنا الفطار، تعالوا نشوف. وهنا سنطبخ قليلا. تعمل لنا ايه على الصبح كده؟ سنطبخ قليلا. بتعمل لنا ايه بقى؟ بعمل انت حاطط ايه هنا صحيح؟ بعمل ابراهيم. كمل انت. ده نجم التيك توك ابراهيم مخاصي. واحد يا جماعه على تيك توك اسمه ابراهيم مخاصي، الكونتنت بتاعه ان هو بيدور على عروسه، بيقول لك انا بدور على عروسه، انا عندي المحتوى بتاعي. تعالى بقى نخش في المفيد، ورينا بقى دول. اه 10 بيضات. تمام، هنبدا يومنا بيهم. انا حاسس ان الكاميرا مش متظبطه، فانا ثواني يا جماعه كده همسحها بس. ايوه كمل بقى الحته دي. لا سيبها، بقول لهم ان انت هتقطعها. ماشي خلاص يا جماعه، انا هقطعها بعدين. 10 بيضات لزوم ايه؟ انا احس مش عارف بقى يكفونا. طبعا ال 10 بيضات دول انا عايز اقول لكم ان انا ايه واخدها في حاجه في الفريزر كده. 10 بيضات لكل واحد، يعني احنا كده بنفطر صباح الخير 20 بيضه. لا 10 بيضات ليك انت بس. اه ده فطار ممكن اخد منك 3. ده ايه ده بقى؟ عباره عن ايه ده بقى؟ عباره عن شوفان، عشان انا شايف حاجه غلط كده. وي بروتين وسكر دايت. شكله مش دايت بس هو دايت، طعمه مش دايت بس هو دايت. ولا شكل ولا طعم ولا منظر. والله 6 7 8 احنا هنشيل صفار لما نكاكي. انتوا واخدين بالكم يا جماعه مين اللي قاعد هنا؟ ده كابتن عمرو ممدوح بنفسه قاعد معانا. بصور يا باشا. بصور لسه؟ عامل ايه يا كابتن عمرو يا دباب؟ بقول لك ايه، في ناس كتير قوي بتقول ان خليفه ده شبهك. خليفه يا عم، خليفه اللي معانا النهارده برضه. خليفه؟ معانا النهارده فعلا شبهي شويه. بس هو في المايه يعني. انت ايه رايك في الموضوع؟ والله انا شايف ان اختلاف 180 درجه بينك وبينه، يعني انت حاجه بصراحه وهو حاجه ثانيه يعني. كلها رائع. طبعا يا جماعه الصفار ده اللي بنغسله بنحطه على جنب، برضه جايب البنطلون والقش معايا. طب هتفهم شكلك قمر والله. طب بقول لك ايه، سؤال بقى مهم بجد. الصفار اللي بنغسله ده بتوديه فين؟ انجز. لا بجد، عشان انا ناس كتير يعني ايه بتسالني السؤال ده. كوتش السفاره ودي فين؟ بس يفضل تعمله لهم مستوي. القطط بتاكله؟ دي حاجه. تاني حاجه ممكن تعمل بيه، تسيبه في البيت مثلا، بيعملوا بيه زي كيك او بيستخدموه في اي طبيخ او كده. دي تاني حاجه. وتالت حاجه ان انت ممكن اي حد في البيت عادي ياكله. صفار البيض عموما مش مضر يا جماعه، بس بيكون فيه سعرات زياده شويه، وممكن انت تبقى بتدخل دهون من مصادر تانيه زي مثلا المكسرات او زيت الزيتون او كده، فمش عايز تعتمد على صفار البيض كعنصر اساسي في الدهون يعني. فاهم؟ وكمان ان هو فيه سعرات عاليه ممكن تبقى مش عايزها، لكن هو مفيد يعني، ممكن اي حد في البيت يستخدمه. بيظبط الكوليسترول، بالعكس عكس ما الناس متخيله ان هو عشان فيه كوليسترول فبيعلي الكوليسترول الضار وكده. لا بالعكس، ده هو بيظبط الكوليسترول الضار، بيقلله يعني. بس طبعا كل حاجه الدوسج بتاعتك لازم تبقى مظبوطه منها. مظبوط. زود زياده عن اللزوم تبقى خطر. سلام عليكم. الله عليك يا كابتن هشام مرجوشي، الله عليك. طب وانت هتفطر ايه على الصبح كده يا كابتن عمرو؟ فطرت بقى خلاص، فطرت بدري. فطرت ايه؟ فطرت ستيك وابو جادو وسيريلاك. هي الحاجه، هي الفطار البسيط ده، الستيك والافوكادو. ده اللي بحس ان انا شبه الناس العاديين. الطعميه والكلام ده هو ده اللي بيعمل العضلات يعني. انت مش محتاج ان انت تاكل واي بروتين الصبح. لا، تاخد بحاجات بقى فارهه بقى، وتجيب سلمون وستيك وافوكادو وكده. لا، انت بس جاست تاكل الافوكادوز والستيك والطعميه. طعميه؟ انت يا ابني كنت بتتكلم بالدقيقتين حلوه هنا. ايه اللي حصل؟ ماشي، معلش معلش يا شباب، بس تعالوا تاني كده عشان كابتن هشام نسي يقول حاجه. ماشي معلش يا جماعه بقى، ده برده شكل الصفار بعد ما بيتفصل. بفصله بالمعلقه عادي، ابسط طريقه وامن طريقه علشان ايه لا يقع منك في الزباله ولا يقع نصه في مش عارف ايه. تنزله سليم زي ما هو وتاخده بالمعلقه تفصله في اي طبق او حاجه غويطه ثانيه. تمام. حاجه كمان بقى ممكن تعملها بصفار البيت ده، تديه لعمرو عشان بما انه بيفطر فطار بسيط كده، فطار الفقراء ده،
يحطوا على الستيك والافوكادوز بيبقى طعمه حلو جدا برضه، وبرضه دهون صحيه وانت بتبقى بتستخدم منها جزء. ممكن هو بيفطر ستيك فمش هيعمل بيض، فلو انت قاعد بتعمل بقى فطارك جنبه مش ممكن تستخدمه عمره عليهم. انا فعلا فطرت ستيك وبيض لا والله. والصفار بيبقى طعمه احلى بالذات مع الاكل ده. يعني هي اصلا بتبقى وجبه العنصر الاساسي فيها ان هي هاي بروتين هاي فات، بتاكل ستيك وافوكادوز وبيض فهي هاي بروتين هاي فات لو الصفار موجود يعني. بس يكفي. لنفسك ولا شغال عندك؟ سن السفر بس بعد اذنك عشان انا بتكلم مع جمهوري. ماشي يا جماعه، هو دلوقتي احنا هنفطر، ويعني قبل ما ننزل يعني لما الشيف هشام يخلص الفطار هصوره كده افطر وتشوفه بقى. شوف احنا فطار الشيف هشام هيقوم يغسل بس يعني برضو ايه. المشاركه حلوه والطموح احلى. لا اللي احلى واحلى بقى. السلام عليكم. دو يا باشا قول لي رايك. ده اسمه سكرامبلد ايجز يا جماعه. ده لما الكميه بتكون كبيره شويه ومعكش غطا زي الموقف اللي احنا فيه دلوقتي عشان احنا في سفر فمش عاملين حسابنا على الكلام ده كله. كميه كبيره شويه عايز تعملهم على مره واحده من غير ما يتحرقوا، بتقعد تقلبه وهو على النار على نار هاديه كده عشان ما يتحرقش من اي جزء. شغال عند النار. بس ما قلتش ان انا هطلع ده في التصوير يعني. عمال اخدمك وبقول يعني انا عمري ما شفت حد بيخدم سواق الاوبر بتاعه. سواق اوبر ايه ده؟ درايف وانت اللي بتحدد بالسعر. ماشي. وده التوست بتاعنا، نجيبه توست شوفان. ده عن نفسه انا عن نفسي ده اكتر واحد بحبه كطعم، بحسه خفيف وجميل كده، وكمان التوست بيكون اصغر شويه بالتالي السعرات بتاعته اقل سنه، فايه لذيذ يعني بيشبع. هنسخنه بس 10 ثواني عشان كنا حاطينه في الثلاجه، اوعى تحطه زياده عشان هينشف منك وناكل على طول. اخد مننا تقريبا 15 ثانيه عشان كان ساقع شويه. طلع يا باشا. انا بصراحه بما انك بني ادم عشوائي هديهولك وانت اعمل اللي انت عايزه. انا هدوق قريب من 10. قريب من 10؟ ها يا حبيبي. بيت جوسي على فكره. الاكل طعمه. انت متاكد؟ قول يا اخويا، قول اللي انت عايز تقول. مش فاهم انت بتعمل ايه والله. كنت بتقول على فكره حاجه كده. خلاص بقى يا عم، يعني تسلم ايدك. هو ده اللي ربنا قدرك عليه. انا هسواك النهارده 40 كيلو زياده من غير اي سبب. لا بس البرجر جوسي. انا عرفت سر الطبيعي. عارف يعني انا ليه اتاكدت ان انت طبيعي دلوقتي؟ قول لي. انت بتعرف تعمل اكل. طب انت بتعرف تعمل اكل؟ ان انت تحط التوم على الاكل. سمات الرجوله. السلام عليكم. ركزوا بقى كده يا جدعان معايا عشان نشوف الاوتفيت بتاع كابتن هشام. ورينا اوتفيت ايه اللي هتشوفه. يلا قبل ما احنا نقوم يلا الساعه اللي هيشطر هشام. يلا نلحق وسعد مصحينا. نلحق ايه طيب؟ انا زباله دي يا عسل. يا زباله. طب دي مش فرتي؟ دي انا هاخدها معايا. ولا دي يا ابني حبيبي ده تيشيرتك وده شورتك ودول ناخدهم معايا. تمام ماشي. يعني انت مش هاركني زباله برضه؟ لا زبالتي هي خدتها معايا. يلا يا جدعان. ايه ده يا خليفه؟ ايه ده يا اسطى؟ صور ولا ايه؟ ايه يا اسطى العضلات دي كلها؟ الله اكبر. انت حتى وانت مسافر بتتمرن؟ والله يا اسطى لازم. شوف عملت ازاي؟ ما شاء الله. ما تهزرش. ده شكلك مرعب. متحف جد. والله. حبيبي الحوش. طب ما تدينا دبل باي كده بوز. خد عشان التاني بيتمرن. ايوه ان شاء الله. جامد ده والله. انت بتلعب ايه النهارده؟ بلعب باي شيبس. كنت شفتك بتلعب كتف من شويه. كومبو بقى سوبر شيبس سوبر شيت. ما شاء الله جامد ده والله. انا هستنى لحد ما تخلص الست عشان تدينا البوز. عشان تفوق الناس. واو. ايه الغباء ده؟
ازاي؟ ايه يا ابني ده؟ يلا ما شاء الله فوق نفسك فوق نفسك. بس اي حد في السفر يعني بيبقى بيروح ياكل كده اكل مش صحي. انت ماشي على الدايت وبتتمرن. لازم عشان تحسين مستمر مهما كان كنت في السفر في اي بنجح لازم على طول ان شاء الله. فاهم؟ جامد جدا ان شاء الله. شد كده دبل باك، عايزين نشوف ظهر خليفة كده شكله مرعب يعني. ان شاء الله ده جامد كده، ده جامد جدا جد. واو ايه يا عم ده؟ شفنسة؟ ده انت 3D جد، ده انت خليفة انفار خالص. ان شاء الله.